الخير أيها الإخوة الحضور، وطابت ليلتكم يا إخوتنا العرب على امتداد الساحة العربية الكبيرة الكبيرة. وأسعد الله أوقاتكم أيها المشاهدون في كل مكان من هذه المعمورة يصلها بثنا الفضائي من راديو وتلفزيون العرب. نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الذي يعيش بكم ومعكم أسبوعا بعد أسبوع بعد أسبوع، برنامجكم الجماهيري بنك المعلومات. تعالوا نتعرف على متسابقي هذه الليلة، مبتدئين بفارسنا. أيوة يا ثامر. ثامر المجالي، بكالوريوس علم النفس، دبلوم علاج نفسي. أيوة. الدكتور عماد حمدان، بكالوريوس طب وجراحة من الجامعة الأردنية. أيمن زكي، موظف بنك عربي، بكالوريوس إدارة أعمال محاسبة. سهير إسحاق الكالوتي، هندسة كهرباء، تخصص اتصالات. محفوظ جودة، ماجستير إدارة أعمال. وأخيراً وليس آخراً، علا صلاح، بكالوريوس تجارة، قسم محاسبة. مجالي عايزين ويستاهل الشاشة الفضية، ميثولوجيا سبعينات وثمانينات ومختصرات معتمدة. أيوة يا ثامر. ميثولوجيا 25. ميثولوجيا 25 دينار، وسؤال الميثولوجيا من شقين، عن كلمة أطلس وكلمة قراقوش، واللي عاوز يدخل. أيوة يا علا صلاح. كلمة أطلس يا علا في معظم اللغات تطلق على المرجع الذي يحتوي على خرائط الجغرافيا، ولا لا؟ نعم. سؤالي، ما هو الأصل الميثولوجي لهذه الكلمة أطلس؟ يعني من وين جاء الاسم ميثولوجيا؟ أطلس هو عبارة عن أحد عمالقة الذين حاربوا الآلهة، وحمل قبة السماء على كتفيه. أصل الكلمة يوناني، فقد قالت الأسطورة اليونانية القديمة إن الكرة الأرضية كانت محمولة على كتفي إله اسمه أطلس، وهذا مدخل سليم الشق الثاني من السؤال. سمعت أنت عن قراقوش ولا لا؟ نعم. وحكايات وأحكام الغريبة العجيبة. سؤالي يا علا، قراقوش هذا في رأيك شخصية خيالية ولا حقيقية؟ شخصية حقيقية. يا سلام، والله أنت معلوماتك جيدة. اشرحي لنا شوي، كيف يعني حقيقية؟ قراقوش هو بهاء الدين أبو سعيد ابن عبد الله الأسدي، أو الكندي الأسدي ولا الكندي. طيب شو كان بيشتغل؟ كان نائب عن صلاح الدين الأيوبي. يا سلام عليك، كان وزيرا في مصر في عهد صلاح الدين الأيوبي. وكلام سليم، برافو عليك يا علا. أيوة يا علا، شوفين القطاعات بسرعة يا أخوانا في الكمبيوتر، أعطونا القطاعات. ميثولوجيا، ما تبقى منها، ما الذي تريد علا صلاح؟ بسرعة. مختصرات معتمدة 50 دينار. أوه. كم عندك فلوس هلا؟ 125. 125، كم بدك تستثمري منهم؟ 100. 100، ايش رايك؟
بدهم اياهم كلهم 125 بدك؟ ماشي ماشي طيب. ارجعي لي يا علا بعد ما استثمرتي على شاشتك بيكون الكمبيوتر اعطاكي جمله انجليزيه غريبه عجيبه. انت بنت نبيها فيما يبدو، ركزي لي على الحروف المكونه لهذه الجمله والي معك كلام حول هذه العباره. يا بتاخدي 250 دينار يا بترجعي الصفر. خليكي معايا. طلعت الجمله اللي بتقول pack my box with 5 dozen liquor jugs. هذه واحدة من العبارات الإنجليزية النادرة يا علا. السؤال لأنه بنك إلك مش لبقية المتسابقين. لا سمح الله إذا فشلتي ال 125 دينار واحد من الصقور اللي واقفة عم تنتظر إنك ترمي السؤال فيتلقفوا إياك ثم إياك. بتعرفي شو سؤالي أنا؟ سؤالي يا علا، هذه العبارة لو عديت حروفها هي مكونة من 32 حرف. في هذه العبارة شيء غريب غريب وعجيب وعجيب. فكما أن المختصر المعتمد عادة يكثف تفاصيل أو أشياء كثيرة، هذه العبارة تحتوي على شيء فريد ومتميز وغريب. اعرفيه وخذي جائزة البنك. من حيث المعنى؟ من حيث الحروف. الحروف هذه تحتوي على حروف ومجموعة من الحروف عجيبة غريبة يعني مثيرة للإعجاب. هذه إضاءة. أها الحروف اللي فيها بقول لك عجيبة غريبة مستوعبة، لا تترك شيئا الا وجد هناك. اكثر من هيك اضاءه ما بقدر اعطي لك. بالنسبه للحروف الابجديه هي في الحروف، المساله حروف والحروف غريبه والحروف مستوعبه. كل الحروف الابجديه فيها، كل حروف ابجديه اللغه الانجليزيه تجدها فيها. الحقيقه حروف اللغه الانجليزيه كام يا علا؟ 26. هذول 32 اللي زايد هم الفاولز الايز والاوز وخلافه. طيب انا بسرعه بدي اقول لك زد، اعطيني الزد هنا وينها؟ دازن. اعطيني الال. ليكر. ليكر. اعطيني الار. ليكر. ليكر ايضا. اعطيني الجي. جاكس. جاكس. اعطيني البي. بوكس. بي. باك. دبليو. ويذ. ويذ. ان. ام. ام. M. N or N? M and dozen, N. Dozen. M. N. My. M. My. Ah. Dozen. طيب أعطيني I. I. Liquor. أعطيني U. Jugs. أعطيني C. Pack. يا ولد أوه ويلك 150 دينار صحيح. بسرعة يا علا ماذا تريدين؟ ميثولوجيا 25 ولا 70ات وثمانينات؟ يلا. سبعينات وثمانينات 75. سبعينات وثمانينات 75 دينار. والسؤال بتاع ال 75 إلك ولزملائك. بفروعه السبعة كله عن السبعينات الكروية، كرة قدم. الشق الأول منه عن لاعب كرة القدم البريطاني الذي فاز بلقب لاعب أوروبا المفضل لعامي 78-79. وشيلونا هذه الصورة ملهاش علاقة يا كمبيوتر. و هذا مدخل للسؤال. اللي بيعرف مين هو هذا اللاعب؟ ايوه يا محمود جوده مجلس اداره الاعلام. نعم كيغن. كيفن كيغن. برافو عليك اللاعب البريطاني. خليك معايا. اللاعب الذي سترى صورته بعد قليل والان اعطونا صورته يا كمبيوتر، هذا اللاعب سجل معظم الاهداف لالمانيا الغربيه في مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 1970 ومباريات كأس العالم لعام 74. قل لي من هو؟ بولارز. هو جيرد مولر لاعب ألمانيا. بولارز.
الشق الثالث من السؤال يا محفوظ، ما هي الدولة الأوروبية التي خسرت نهائي كأس العالم مرتين اثنتين متتاليتين في عامي 74 و78؟ هولندا. هولندا صحيح. طيب، هولندا اشتهرت يا محفوظ جودة بلعب ما يسمى بالكرة الشاملة توتال فوتبول. سؤالي، كان من نجوم هولندا اللاعب الذي سترى صورته في هذه اللحظة والذي فاز بلقب أوروبا المفضل أو لاعب أوروبا المفضل للأعوام 71 73 74، من هو هذا اللاعب؟ كورف. اسمه يوهان كرويف، C-R-U-F-F، يوهان كرويف. طيب، أي نادي كرة قدم ألماني فاز بكأس أوروبا يا محفوظ جودة في الأعوام 74 75 76؟ لأن هذا السؤال كله سبعينات. هذا نادي ألماني فاز بثلاث مرات بكأس أوروبا لكرة القدم. بسرعة، أنت على كل حال جبت 1 2 3 4، هذا بتخسره، هو بايرن ميونخ. طيب، بدك تجيب لنا كمان واحد حتى تاخذ 75. شوف لي الصورة اللي بتطلع الآن في هذه اللحظة. صورة صاحب الصورة واحد كان كابتن بايرن ميونخ، اللي تلاه رقم 2 هو تلاه في كابتنية بايرن ميونخ. من هما هذان اللاعبان الشهيران أو واحد منهم على الأقل؟ سرعة. واحد منهم كان يلقب بالقيصر ولعب مع نادي كوزموس في أمريكا وهو أشهر لاعب ألماني. باكنباور. باكنباور. طب الثاني اللي أخذ منه الكابتنية مين هو؟ واحد اسمه كارل هانز رومينيجي. سامع في رومينيجي؟ طيب، انت على كل حال يعني ما بعرف شو اقول لك، قد وقد لا اعطيك، خليك معايا في الاخير بسرعه. هذه الصوره لمدرب كاريزمي لمنتخب كره شهير. هذا المدرب قاد المنتخب الى بطوله كاس العالم 78. يبتعرف للمدرب هو مين او هو بيدرب اي منتخب؟ واخذ ال 75 دينار. مينولتي بدرب منتخب الارجنتين. سليم، وهو مدرب فريق الارجنتين. و 75 الى محفوظ جوده. وماذا تريد يا محفوظ بسرعه؟ مختصرات 75. مختصرات معتمده 75. وسؤال المختصرات المعتمده بدنا نسالكم في عالم الاقتصاد والتجارة الإقليمية والدولية عن 7 مختصرات ترونها بعد لحظات مكتوبة على الشاشة. المختصرات هي نافتا، أونكتاد، إفتا، جات، جي أن بي، جي دي بي، وجي دي آي. واللي عايز يضغط. أيوة يا ماجستير الهندسة سهير الكلوتي. نافتا مختصر لنورث أمريكان فري تريد أجريمنت. يا سلام عليك، نورث أمريكان فري تريد أجريمنت، وهي اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية. برافو يا سهير. أونكتاد يونايتد نيشنز كونفرنس تريد أند ديفلوبمنت. كلام سليم. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية United Nations Conference on Trade and Development. طيب، 3 إفتا تاخذ 4. إفتا ما بتعرفيها. طيب، نطي على 4. اتفاقية الجات اللي هي General G for General General Agreement, Agreement. On Tariff and on Tariffs and Trade and Trade. برافو عليك، صحيح. General Agreement on Tariffs and Trade، الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة. 3 منك كمان 2. هذه سهلة، في عندك GNP وعندك GDP. GNP Gross National Product. بالضبط، إجمالي الناتج القومي، Gross National Product. طب GDP، GDP، الجي أيضا Gross. Gross Development. Development. أنا بحكي لك إياها بالعربي. جي دي بي هي إجمالي، هذيك الناشونال، جي إن بي، جروس ناشونال برودكت. هذه جي دي بي إجمالي الناتج المحلي. كلمة محلي بتبدأ بي دي. ديستانس؟ نو. دوميستيك. جروس دوميستيك. طيب، أنا بعطيك الأخيرة أو تعطيني واحدة تانية، أنت جاوبتي 5 ولا كام؟
إذا خمسة من ثمانية أو من سبعة مشيت، إذا جاوبتي إفتا، نافتا، أونكتاد وجات وجي أن بي. لا خلاص إذا جاوبتي إياهم. هلا بس أنا على البيع، أنت أخذت الـ 75، جي دي بي يا سهير هي جروس دوميستيك برودكت اللي هي إجمالي الناتج المحلي، وجي دي آي اللي هي جروس دوميستيك إنكم اللي هي إجمالي الدخل المحلي. لكن اللي ما عرفتيهاش أنت الثالثة اللي هي إفتا اللي هي European Free Trade Association، أي المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة. أخذ الـ 75 دينار وماذا تريدين؟ أيوة إيش بدك يا سهير؟ ميثولوجيا 50. سؤال الميثولوجيا بخمسين دينار هو عن طروادة وعن حصار اليونانيين لها وتوقف أخيلس. سامع بأخيلس اللي هو بيقول لك بالإنجليزي the heel of Achilles. تعب أخي. Exactly. How do you spell it? Do you know? طيب أنا يعني في هذا السؤال أنت بدك إياه هذا السؤال لأنك ضغطت قبلهم. بدي أسألك كم سنة امتد حصار طروادة؟ 10 سنوات. هذا مدخل طيب، 10 سنوات صحيح. الآن المستكشف الفيكتوري هاينريخ شلايمان أعاد اكتشاف موقع طروادة في أواخر القرن 19. كيف اهتدى؟ اهتدى على ذلك بمجموعة أشعار إنسان عني بطروادة وأودع قصتها في أشعاره. بتعرفين من هو هذا الشاعر؟ هوميروس. هوميروس، برافو عليك سليم. طب هوميروس ضمن أشعاره ملحمتين شهيرتين اثنتين، هما إيش وإيش؟ الأوديسة والإليادة. تمام. طيب الإليادة تبدأ بخلاف شديد، الإليادة تبدأ بخلاف شديد بين ملحم بين أخيلس اللي هو بطل أبطال اليونان وبين قائد الحملة اليونانية ضد طروادة. يبدو معلوماتك أنت يعني عن هذه الحقبة ممتازة. هل تعرفين من هو قائد الحملة اليونانية ضد طروادة؟ هكتور بن لا هذا اسمه أجاممنون. طيب أنت جاوبتي 1 2 3 من 5، يعني بدك تجاوبي الأخير وبتاخذ 50. أخيلس عاد للقتال ضد الترواديين بعد أن توقف نتيجة خلافه مع أجاممنون. قتل بطل تروادة وابن ملكها بريوم. ما اسم هذا البطل التروادي؟ هكتور بن بريوم. هذا هكتور، صحيح صحيح. وخمسين دينار إلك، والآن ما زالت الفرصة إلك. إيش بدك يا سهير؟ 70s and 80s. 25. 25، 70s and 80s. ثلاثين يا سهير. المعادلة الأولى تقول 5 - 4 = 7. هذا رياضيا لا. الكلام يعني شيء؟ لا. الثاني 1 = 11 على 1 في المحصلة النهائية، كأننا نقول رياضيا إنه 1 = 11. معقول؟ لكن بيصير معقول إذا أنت خليتي معقول بلماحيتك بسرعة بديهتك. عرفت تحركي لي إما هذا العود فقط أو هدول العودين فقط، وأي حركة من هدول يا هذه يا هذه بتجعل أي من المعادلتين صحيحة. أها 11 يساوي 1 غلط. لا 11 تكافئ مثلا من 11. لا رجعيها مكانها. بده عقلك
يعني ياخذ كل الاحتمالات، كل الاحتمالات. شو عندك اشارات رياضيه تعرفيها؟ لو قلنا اها واحد لا تساوي واحد على واحد، لا بدنا تساوي واحد تساوي، كيف ممكن تلعبي في هدول بحيث تعمل منهم إشارة رياضية بحيث إنه واحد تساوي واحد تصير؟ تلعبي في هدول وتعمل منهم إشارة رياضية مش زائد وناقص. إيش في عندك إشارات رياضية؟ أو هنا هي نفس الإشارة الرياضية في الجهتين. شوف قديش في عندك عشرات. واحد بتساوي اثنين. اثنين إيه؟ لو قلنا هيك يعني واحد يساوي اثنين على واحد غلط. اثنين على اثنين، واحد يساوي اثنين على اثنين غلط. غلط. طب ولا هنا؟ اتفضلي واخسري لي 25. ايوه اعطينا على المايكروفون. عرف حالك. اسامة خريسات، ماجستير رياضيات. من وين؟ من الأردنية. هذا ماجستير، إذا بحلاش مصيبة. يلا. أها يا سلام، واحد يساوي جذر الواحد. طيب انا بصر ماجستير رياضيات حل الثانية. ما بتعرفها؟ مش معقول والله الا تعرفها. لا لا تعرف ليه؟ لان نفس الشيء نفس الشيء نفس الاشارة. خذ لي هذا، شو بتعمل فيه؟ اعمل جذر بس. بس 5 ناقص 4 يساوي 1. جذر الواحد مبروك لك. قديش هذا السؤال؟ روح على المدير المالي واخذ جائزتك. مبروك. ايوه لمين الان؟ ايوه يا سهير مالك. ميثولوجيا 75. ميثولوجيا 75. وسؤال الميثولوجيا الاخير هو بعد لحظات سيظهر لنا الكمبيوتر على الشاشة قائمتين اثنتين، الأولى بأسماء شخصيات أسطورية وقد ظهرت، والثانية بعبارات دليلية لهذه الأسماء. الآن أنا بدي، واسمعوني كويس ما تضغطوا، بدي اللي بيعرف يربط للشخصية الأسطورية بعبارتها. سأقرأ الشخصيات: هيركليس، جوبيتر، مايدس، هيلين أوف تروي أو هيلين تروادة، نبتون وبروميثيوس، النظير الروماني للزيوس، أعطى النار للبشر الفاني، إله البحر عند اليونان، تحول كل ما يلمسه إلى ذهب، سبب هجوم قوامه 1000 سفينة، ابن زيوس وألكمينا المعروف بقوته. والآن اللي بده يضغط. أيوة يا محمود. أول شيء هنا بروميثيوس. أيوة النظير الروماني للزيوس. وهذا أول غلط. طيب. طيب أوكي، أعطينا الغلط الثاني وإخسر 75. هيركوليز تحول كل ما يلمسه إلى ذهب. وبتخسر 75. ننتقل إلى واحد ثاني. أيوة يا علا صلاح بسرعة. نبتون. أيوة إله البحر عند الرومان. يا سلام عليك، هذا إله البحر عند الرومان. أيوة الثاني بسرعة. بروميثيوس. أيوة أعطى النار للبشر الفاني. يا سلام، أعطى النار، قصة بروميثيوس، أعطى النار للبشر الفاني. هيلين تروادة. أيوة سبب هجوم قوامه 1000 سفينة. هذه 3، هذا رائع. الآن أعطيني واحدة زيادة وخذ 75. 3 هلا تكافأتي مع طالب السؤال، لا خسارة ولا ربح. أيوة دققي، بقي عندك هيركليز، بقي عندك مايدس، بقي عندك هيركليز. ايوه يلا بسملي حوقلي يلا. مايدس. ايوه ابن زيوس. لا هذا مايدس اسطوري، دايما بقول لك يا اخي والله كانك مايدس، يعني اللي بتعمله دايما بيكون كويس. هذا شو كان يعمل في الاسطوره؟ تحول كل ما يلمسه. هذا اللي تحول، بس انا لسه ما بحسب لك اياه. بدك تجيبي لي هلا واحد من هيركليز او مين ضل؟ جوبيتر. واحد منهم بدك تزبطي. هيركليز ابن زيوس. ابن زيوس والكمين المعروف بقوته. هذا كلام صحيح. وجوبيتر هو النظير الروماني للزيوس، كبير آلهة اليونان. وهي أعطالك الكمبيوتر، خليه يعطينا الإجابات رجاءً.
هيركوليس ابن زيوس جوبيتر النظير الروماني لزيوس مايدس تحول كل ما يلمسه الى ذهب هيلان ترواد سبب هجوم قوامه 1000 سفينه اما نبتون فهو اله البحر عند الرومان وبروميثيوس هو الذي اعطى النار للبشر الفاني وغيبونا هذا الجرافيك واعطونا القطاعات او ما تبقى منها ميثولوجيا سبعينات وثمانينات ولم يبقى سوى 50 هنا و25 في مختصرات معتمده وماذا تريد على صلاح سبعينات وثمانينات 50 السؤال بفروع خمسة كل عن الثمانينات هعطيكم المدخل وبعدين بعده اللي بده يدخل أي سنة من الثمانينات كانت سنة الاتصالات الدولية اللي هي World's Communications Year هل هي 81 83 85 ولا 87 واللي عاوز يضغط طيب الثانية من فاز بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر في أولمبياد 1980 هل هو سعيد عويطة المغربي ولا موزيز الكندي ولا سيباستيان كو الإنجليزي وضغطت على صلاح أيضا سعيد عويطة المغربي لا هو سيباستيان كو الإنجليزي طب خليكي معايا ما اسم الجزيرة الكاريبية يا هدى التي غزتها قوات من الولايات المتحدة في أكتوبر 83 هل كانت غرينادا برميودا كوبا ولا جامايكا غرينادا هذا كلام صحيح واحد في يونيو 85 كان هذا المغني رهين في طائرة مخطوفة هذا المغني هل كان فرانك سيناترا ديميس روسس ولا محمد عبد الوهاب فرانك سيناترا لا هو ديميس روسس الآن إذا بتجيب الأخيرة بتحمي حالك من الخسارة بين 1980 و 1985 كانت المدينة الأغلى معيشة في العالم الكوست أوف ليفينج هل هي طوكيو اليابان نيويورك أمريكا ولا لاغوس نيجيريا لاغوس نيجيريا يا سلام صحيح ولذلك أنت لا بتخسري ولا بتربحي بتظلي بنفس الرصيد وما تبقى إلك ولغيرك هو مختصرات معتمدة 25 وهذا السؤال من شقين الأول عما اصطلح على تسميتها بحرب النجوم أيام الرئيس ريغان وكانت هذه مثار في الصحافة الأمريكية والعالمية عن جدوى ونجاعة مثل هذه الحرب الإلكترونية المتقدمة اللي بتستعمل الهاي تك سموها اختصارا حرب النجوم و بدي أسألكم عن مختصر ثاني كمبيوتري اللي بيقيس سرعة معالجة البيانات واللي عاوز يضغط اللي ضغط هو الدكتور عماد حمدان بكالوريوس الطب أيوة يا دكتور المختصر المعتمد أو الاسم الرسمي لمشروع حرب النجوم الأمريكي هو SDI S as in Sam DI هذول الحروف الأولى من الاسم الرسمي لحرب النجوم فصل لي S stands for what D stands for what and I stands for what أعطيني الاسم الكامل لحرب النجوم D destruction destruction لا وهذه it destroyed علامتك خربتها وبتخسر 25 أيوة يا سهير Strategic Defense Initiative يا سلام عليكي Strategic Defense Initiative هي مبادرة الدفاع الاستراتيجي Strategic Defense Initiative لكن أعطوها الاسم الشائع حرب النجوم هذا مدخل موفق خدي لي 25 دينار يا ماجستير هندسة الاتصالات إذا بتقولي لي MIPS M-I-P-S هو اصطلاح كمبيوتري لقياس سرعة معالجة الكمبيوتر أنتوا طبعا في الاتصالات إلكوا علاقة بالكمبيوتر ولا لا سؤالي ما هي العبارة أو الكلمات الأربع التي اختصرت على شكل MIPS Million instructions processed per second Million instructions per second Per second Millions of instructions per second ملايين التعليمات أو الأوامر في الثانية وإلك 25 دينار برافو عليكي ومع نهاية الشاشة الفضية تعالوا نستعرض كشف أرصدتها أعلى رصيد عندنا على صلاح 325 ثامر 100 عماد حمدان 75 أيمن 75 سهير الكلوتي 225
ومحفوظ جودة 100. والآن جاء دور الجمهور في سؤاله الأول، وهو لهذا الأسبوع دولاب الكلمات. أي 33 جي 21. محمد، شوف لي دولاب الكلمات هذا، بدنا تعطينا كلمة تبدأ بيا وميم، وهو مش تبدأ، الياء والميم هو جزء من اسمها، وهي آخر من تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. بدك تكمل لي اسم السداسي بأربع حروف تنتقيهم انتقاء من بين الحروف الموجودة في المربعات اللي في أسفل الشاشة. تعرف؟ يعني أول حرفية ولا لا؟ لا، هدول بيجوا في منتصف الاسم. بدك تشوف لي ست حروف بينهم يا ميم، وهدول بشكل باتجاه عقارب الساعة اسم آخر من تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا محمد، شكرا لك، وتعالي يا لما. عندك أي فكرة عن الكلمة الأولى؟ وقف هنا، ما عندك فكرة؟ شكرا لك. الآن على الكاميرا، والكاميرا تتجول، مئات الأيد المشرعة، مئات الأيد المشرعة. نتعرف عليك أول. أسماء عزيز، طالبة توجيهي أدبي. طيب روحي لي على الميكروفون هناك. رجعنا دولاب الكلمات، من هي؟ ميمونة بنت حارثة. لا سلام ميمونة، لا خليكي هون. ميمونة باتجاه عقارب الساعة. هل الحرفين المشتركين بين الأولى والثانية هما الهاء والميم، والكلمة الثانية بدها تكون باتجاه عقارب الساعة ولا عكس؟ باتجاه طبعا. إذا بدنا كلمة تبدأ بهاء ونون، وهي عبارة عن عشبة من الفصيلة المركبة وموطنها الهند. عشبة بنستعملها إحنا زي أبيتايزر، هيك بفاتحة شهية، بتبدأ بها ونون. وبدك تشوف الحروف اللي هنا، ألف ولا باء ولا تاء ولا كاف ولا نون. جوز الهند، جوز الهند، جوز الهند، جوز الهند. سبعة من حروف بدك هنا، أبدا ستة، ست حروف. هند هن. خليني أجيب واحد معك تاني. لحظة، لا 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 لا، أعطينا واحد تاني. أيوة أيوة الأخ، سرعة. نتعرف عليك. هشام عكينة، مهندس بسلطة الكهرباء، بكالوريوس هندسة مدنية. هشام، روح جنب الأخت وأعرف لي الكلمة هذه. هندباء. هندباء، هندباء، معلوم. خلينا نشوف الكمبيوتر أعطانا هندباء. صحيح. هلأ واحدة واحدة، الآن ركزوا، واللي بيسبق. الكلمة الثالثة بدها تبدأ بألف وباء، وهي حيوان يشبه الذئب ولكنه أصغر منه، من ستة حروف. أبو أوس. أبو أوس، لا، في هنا سين، ما في سين، ما في سين. ابن آوى. ابن آوى، صحيح. طيب هشام صار جاب تنتين، الأخت واحدة. هلأ بدنا ألف وواو، السلع التي يشتريها البلد من العالم الخارجي. مستوردات. لا، فيش مستوردات. إيه هي واو ألف. واو ألف. وات. أيوة. واردات. واردات، صحيح، واردات. صار 3-1. أنت لا، صارت كام؟ 2. طيب آخر شيء، بدنا ولاية في أمريكا عكس اتجاه عقارب الساعة تبدأ بدال ألف،
تقع وسط الولايات المتحدة. داكوتا. داكوتا صحيح، برافو عليك داكوتا. أنا كنت بدي أعطيه عليها إضاءة وأقول له منها واحد سيناتر سابق نصير للقضايا العربية اسمه جيمس أبو رزق، لكن هو عرف داكوتا قبل هذه الإضاءة. وشكرا إلك، وأنت اتفضل شوف صندوق الجوائز العينية وشوف الله شو كاتب لك فيه. أعطونا صندوق الجوائز العينية للمهندس هشام. شيلو والآن ننتقل إلى الشاشة الذهبية بقطاعاتها الثلاثة، واحد ومختلف، مثنى وثلاث، بوليتزر، أوسكار، نوبل. والفرصة الآن معينة لصاحب أدنى رصيد اللي هو مين؟ تفضل. أوسكار ونوبل 100 دينار. دكتور عماد حمدان انتقى بوليتزر أوسكار نوبل 100 دينار، وسؤال ال 100 دينار عن جائزة بوليتزر فقط، وهو من 4 فروع. والشق الأول منه، بوليتزر جائزة سنوية تمنح في أمريكا لأحسن الآثار الأدبية والصحفية والفنية. سؤالي، عدد المجالات التي تمنح فيها، هل هي 6 مجالات، 12 مجالا، ولا 18 مجالا؟ واللي عاوز يضغط. الشق الثاني، في أي من المجالات التالية لا يمكن للإنسان الفوز بجائزة بوليتزر؟ الموسيقى، التاريخ، الاقتصاد، ولا الشعر؟ أيوة يا أيمن، الاقتصاد. الاقتصاد، برافو عليك، رمية من غير رامي، مظبوط الاقتصاد. طيب الشق الثالث، قصة مارغريت ميتشل كعمل أدبي منشور وكفيلم سينمائي مشهور نجحت مما أهلها لنيل جائزة بوليتزر، ما اسم هذه القصة العالمية؟ ذهب مع الريح. يا سلام عليك، ذهب مع الريح، Gun with the wind. الآن أنت محصن ضد الخسارة، جيب لي هادي وخذ 100 دينار. أي الرؤساء الأمريكيين فاز بجائزة بوليتزر؟ هنالك زعيم أو رئيس أمريكي أخذ بمجامع القلوب عندما فاز، وهذا الرجل كان له كتاب اسمه Profiles of Courage، صور من الشجاعة، أخذ عنه جائزة بوليتزر. أعطيك ثلاثة منهم ولا عارفه أنت؟ أعطيني ثلاثة. أعطيك ثلاثة، ريغان، كارتر، كينيدي، نيكسون. جون إف كينيدي. كينيدي صحيح، برافو عليك، 100 دينار إلك. أيوة يا أيمن زكي، ماذا تريد بسرعة؟ 200 دينار واحد مختلف. 200 دينار واحد مختلف، وهذا الواحد المختلف من 5 فروع. بدنا نعطيكم جرافيكس، لكن هذا بده دقة في الملاحظة ب 200 دينار. السؤال من 5 فروع، حنعطيكم في الأول الكمبيوتر يعطينا الأشكال المتعاقبة، شوي شوي دققوا لي. 1 2 3 4 5 اللي هو في العمود الأول أو في الصف الأول، بدي تشوفوا لي من بين الأشكال الخمسة التي ترونها في أعلى الشاشة، وهذا هو المدخل الأول للسؤال، أيها المختلف ولماذا يا محفوظ جودة؟ رقم 3 المختلف. رقم 3 المختلف ليه؟ لأنه ما في كيرف. ما في كيرف؟ خط مستقيم، كلها خطوط مستقيمة. ايه طيب، ما هو في ثاني في خطوط مستقيمه. لا في كيرف الثاني برضه. لا ولا في خطوط مستقيمه، في واحد اهم، في واحد اهم انك تعرفه اللي هو الشكل
ايوه 8 مثلا هرمي. لا 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 لا، في عندك انت 1 2 3 4 5. هلا الشق الاول هو عباره عن ايش وايش يا محفوظ؟ عباره عن كيرف، خط منحني وخطوط مستقيمه، ولا لا؟ صح. لا شك. الثاني عباره عن ايش بسرعه؟ خط منحني وخط مستقيم برضو. وخط مستقيم. الثالث خطوط مستقيمه. الرابع خط منحني، خطوط خط منحني. ولا الخامس في مستقيم؟ ايوه. وخط إذن منحني. اذا اربعه. اربعه ليه؟ لانه كله خطوط منحنيه. كله خطوط منحنيه. طب خذ لي الشق الثاني من السؤال. 1 2 3 4 5، شو اللي شايفهم انت هناك يا محفوظ من واحد بين الاشكال الخمسه اللي تحت؟ واحد ليه؟ لانه النقطه جايه بالنص. النقطه في الطرف، ليست في طرف المستطيل، في وانما المستطيل. هي في الوسط تقريبا. طيب الثالث. الثالث رقم 3 ليه؟ لانه في خط في النص متداخل. لا. دقق في الدوائر. ليه؟ لانه الدائره الصغيره مالها؟ الدائره الصغيره خارج ال ايه، لانه الدائره الصغيره ليست كلها داخل الدائره الكبيره كما في الاشكال الاربعه. طيب انت يعني بين انت لا بتخسر ولا بتكسب الا اذا جبت الرابع. دقق لي في الرابع يا محفوظ جوده. الرابع من بين الاشكال الخمسه ايها المختلف، ليه؟ هذه بدك تدقق لي في الدوائر وتماسها، اي كيف تتماس او نقطة التماس. الرابع. الرابع ليه؟ لان نقطة التماس جاء في كلهم مع بعضيهم في نقطة واحدة. وينه؟ لا غلط، نقطة التماس فوق ونقطة التماس تحت في الرابع. ثلاثة ليه؟ لانه الدوائر مالها نقطة واحدة، نقطة التماس تتماس في نفس النقطة والمكان. هذا كلام صحيح. طيب أنا فقط أعطيك 200 دينار إذا بتشوف لي هالشباب. في بدي أعطيك 9 شباب أو رجال أو كهول، هدول تبعون البرانيط وتبعون القبعات وتبعون كذا. عجبك أشكالهم؟ لا طبعا. طيب هذول كل 3 بشكل ثلاثي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دقق لأنه ب200 دينار. على الشاشة في 9 وجوه يا محفوظ جودة ماجستير إدارة الأعمال، هنالك 9 وجوه. المطلوب أن تحدد الوجه أو الشخص اللي غير مظهره. قل لي هو رقم كام وليش هو الشاذ وكيف غير مظهره وشو اللي تغير فيه. اطلع لي، خذ لي اي 3 وقارنهم بتلاقيهم متشابهين في 3. واحد شذ عنهم. رقم 6. رقم 6 ليه؟ لانه الشنب جاء مش لفوق. طب مش طالع الشنب لفوق. اجى يعني افقي بينما هذولك طالع لفوق، وهذا كلام سليم. ايوه يا محفوظ، ماذا تريد؟ واحد مختلف. 100 100 150 و200 مثنى وثلاث و150 و200 بوليتزر اوسكار نوبو. وماذا تريد؟ مثنى وثلاث 100. مثنى وثلاث 100. اطلع على شاشتك وشوف الشكل اللي اعطاك اياه الكمبيوتر. يا كمبيوتر اعطونا الجرافيك. شايف شو امامك؟ هذا التناظر ثنائي. بنقول احنا الشكل الاول فيه نقشات الكوتشينه اللي هي كبة على ديناري واللي جنبها باستوني على سباتي، يعني هارتس اوفر دايموندز وسبيدز على كلوبز. هذا الى ديناري على كبة وكلوبز اوفر سبيدز مثل، بدك تلمح العلاقة. مثل الشكل 3 إلى
واحد اثنين ثلاثة أربعة. فكر فيها، فكر في العلاقة المنطقية بين الشكلين واحد واثنين. تأسيساً على هذه العلاقة المنطقية بدك تقول الشكل الثالث أنو رفيقه الذي يكمل السياق المنطقي، هل هو واحد؟ هل هو اثنين؟ هل هو ثلاثة؟ هو أربعة؟ أعطوه مجال، أعطوه مجال. بدك تقول لي الرقم وتقول لي ليه؟ الرقم الواحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة؟ بدك تنتقي محل علامة الاستفهام أي شكل؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وتقول لي ليه؟ شكراً. وبتخسر قيمة سؤال الكنز. اسمك إيش؟ نسرين كتاني ربة بيت. نسرين كتاني ربة بيت، أي شكل؟ شكل اثنين. بتعرفي تحكي لي ليش؟ إذا بتحكي لي ليش وبتشرحي لي منطقياً، وقال اثنين لكن ما شرح، تعالي هنا واشرحي لي. الديناري فوق والكبة تحت. ايش هون بقول لك الديناري ايش في الاول ماله؟ الكبة فوق والديناري تحت. طيب وهنا؟ بيت فوق والسلك تحت. طيب شو صار هنا؟ انعكسوا. انعكسوا، هنا انعكسوا، شو صار؟ وين الديناري صار؟ الديناري فوق والكبة تحت. الكبة تحت، وهنا؟ العكس. العكس ايضا، اثبات صار فوق والبستون تحت. اذا ما دام العملية هي عكس وقلب، اذا هنا وين اثباتي؟ فوق. فوق. والبستوني تحت. شو تحت هنا؟ الكبة. وفوق ديناري. إذا بدك تاخذي أي شكل؟ شكل اثنين، لأنه الكبة فوق والديناري تحت. لأنه عكس هذا، هنا إثباتي فوق صار إثباتي تحت، هنا البستوني تحت صار فوق، هنا الكبة تحت صار فوق، هنا الديناري فوق صار تحت، إذا الشكل اثنين. وبرافو إلك. طيب الآن تعالي بدي أسألك، أنت لك مطلق الخيار انك تاخذي ال100 دينار حلالا زلالا من محاسب بنك المعلومات، شايفه وين هلا؟ 20 40 60 80 100، او تكبسي انو بدك اكبس. يعطينا الكمبيوتر صندوق الجوائز النقديه التي تتراوح بين الصفر او 300، ثلاث اضعاف. بدك تحرصي انك ما تاخذيش اقل، بل تاخذي اكثر، وافضل تاخذي 300، ثلاث اضعاف. يلا معوضين، مع السلامه. ايوه انا مين؟ ايوه يا اخ محفوظ، ماذا تريد؟ مثنى و350. مثنى و350، وسؤال المثنى والثلاث ستظهر لكم على الشاشة بعد قليل. أربع مجموعات من الكلمات، كل مجموعة تتألف من ست كلمات. المطلوب أنكم تعيدوا ترتيب كلمات كل مجموعة إلى مجموعتين، يعني إلى ثلاثيتين تحتوي كل منهما على صفة مشتركة أو علاقة منطقية تنتظمها، وأن تشرحوا السبب المنطقي لتقسيم كلمات المجموعة إلى مجموعتين، واللي عاوز يضغط. أيوة يا سهير الكالوتي. الأول عندك قسوة، عطف، حسد، كرم، كراهية، صبر. هذه كلها values، كلها قيم ستة. بدك تحاول تقسميهم إلى ثلاثيتين، كل ثلاثية تنتظمها صفة معينة أو سمة معينة. تفضلي. قسوة، حسد، كراهية بمجموعة، وعطف، كرم، صبر في مجموعة ثانية. لأنه قسوة وحسد كراهية هي صفات السيئة. قسوة وحسد وكراهية صفات مذمومة أو سيئة، بينما عطف وكرم وصبر صفات حميدة. هي صفات حميدة. برافو، مدخل ممتاز. هذه الثلاثية الأولى. طيب الثاني قال لك هذه الدول: اليونان، النرويج، ألبانيا، الدنمارك، السويد، بلغاريا. النرويج والدنمارك والسويد مجموعة، واليونان وألبانيا وبلغاريا مجموعة ثانية. إيش ليه؟ على أساس قسمتيهم؟ المجموعة الأولى النرويج، دنمارك، السويد، الدول الإسكندنافية. يا سلام عليك. والثانية الدول البلقان. اليونان وألبانيا وبلغاريا دول البلقان، صحيح. طيب الثالثة: كروم، عقيق، ماس، بلاتين، ياقوت، فضة. لو سمحت عقيق. ارفع صوتك. كروم، بلاتين، فضة مجموعة،
وعقيق بلاتين وعقيق وماس وياقوت مجموعة ثانية. على أي أساس؟ العقيق والماس والياقوت أحجار كريمة، أما الكروم والماس والكروم والبلاتين والفضة معادن. معادن صحيح. أنا مش لازم أقول لك على أي أساس، كل ما عملت مجموعة قولي على أي أساس. الرابع كريكت، تنس، دومينو، شطرنج، بينجو وكرة قدم، ألعاب. دومينو، شطرنج، بينجو مجموعة، وكريكت، تنس، كرة قدم مجموعة ثانية، لأنه الدومينو، شطرنج، بينجو ألعاب لوحات بورد. لوحات بورد جيمز. أما كريكت، تنس، كرة قدم ألعاب ساحة ميدانية. كورت أو ميدان صحيح. أنت أخذت 150 دينار، طب أعطينا الأخير، الأخير بالمناسبة في سمة مختلفة، هذا الأخير ما بدي تقسميه إلى ثلاثيات، وإنما تقسم الستة إلى ثنائيات، يعني تعطيني ثلاث ثنائيات. تعرف أي تفاحة؟ تفاحة آدم. تفاحة آدم واحدة، أيوة. ومذنب هالي. مذنب هالي اثنين. وجحيم دانتي. وجحيم دانتي ثلاثة، طب تعرفي شو هم هدول؟ تفاحة آدم شو هي؟ تفاحة آدم يعني الحنجرة. طيب جحيم دانتي شو هو؟ ومذنب هالي مذنب. مذنب هالي المذنب تبع كل 76 سنة في الفلك، بينما جحيم دانتي هو العمل الأدبي المشهور لدانتي أليجيري الشاعر الإيطالي العظيم الذي هام ببياتريس. وإلك 150 دينار، برافو عليك يا سهير. أيوة عايز إيش يا سهير؟ باقي 100 ومئة وخمسين ومئتين ومئتين. أيوة مثنى وثلاث مئتين. مثنى وثلاث مئتين دينار، وهذه تسع ثلاثيات مشهورة بدنا نعطيكم إياها على الكمبيوتر لكن مجزوءة، يعني حنعطيكم واحدة والتانية وبعدين فراغ الثالثة، اللي بيعرف من التسعة ستة يكتب. أيوة يا أيمن، القراءة والكتابة ما الثلاثية؟ المحادثة. ها؟ المحادثة أول غلط، الثاني آن شارلوت، إيش الثالث؟ جين. وبتخسر 200 دينار وبنتقل، مين اللي عايز؟ أيوة يا سهير. ما توقفش. القراءة والكتابة والحساب. والحساب 3 آرز. اللي إحنا بنقول عنهم الأعمدة التي تقوم عليها مكافحة الأمية، بالإنجليزي بيقولوا 3 آرز، reading, writing and arithmetic. القراءة والكتابة والحساب، أيوة. باخذ الثالثة أثوس، بورثوس، واللي هم أبطال الفرسان الثلاثة. تبع ألكساندر دوماس، شو اسمه الثالث؟ أرامس. أرامس، صحيح. برافو عليكي، ممتازة. أثوس، بورثوس، أرامس، ألكساندر دوماس، ثري موسكيتيرز. طيب. صلبة سائلة غازية. غازية، حالة المادة الثلاثة. طيب. خبز، حشيش و... وإيش هذا خبز؟ وإذا بتعرفيها بتكون فعلاً أنت واحدة. أنت إيش؟ ماجستير هندسة. وقمر. وقمر ليش؟ لنزار قباني. خبز، حشيش، وقمر لنزار قباني. يا سلام، قصيدة لنزار قباني. تصور مهندسة الاتصالات تعرف هذه القصيدة. خبز وحشيش وقمر. أيوة طيب. كولومبيا تشالنجر أبولو. لا، مركبات فضائية أمريكية. لا، هذه مش مركبات، أي مركبات، هذه ثلاثة أجيال من المكوك الشاتل، فكولومبيا تشالنجر وديسكفري الحقيقة. طيب معلش، هل أنت جبت القراءة، جبت آثس، جبت صلبة، جبت خبز وحشيش، أربعة بنا واحدة، خمسة من التسعة. هل آن وشارلوت مروا معنا كتير، مين هم؟ بسرعة طلع علي. آن هم آن وشارلوت الأخوات، الأخوات الثلاثة. اللي هم مين؟ هذول أخوات برونتي. آن وشارلوت ومين الثالثة أشهرهم اللي ألفت مرتفعات وذرينج؟ جين. لا، إيميلي برونتي. طيب باقي عندك، هل في الرواة ثلاثة للأحاديث النبوية الشريفة؟ بيقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رواه الثلاثة اللي هم أبو داود والترمذي. البخاري. لا، البخاري اثنين شيخان، هذاك مسلم والبخاري، أما الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. تخسري هذا أيضا. طيب
كلمات يوليوس قيصر بتبدأ بكذا ويدي in Latin الفي تقرأ W ويدي ويكي. هو شو قال بالعربي؟ قال أتيت رأيت ويدي وانتصرت ويكي. شو الكلمة اللي باللاتيني تعني أتيت؟ أتيت رأيت شاهدت. يا ويني WAVENI. بقي عندك شوفي أنت أربعة ما بتخسر الميتين، لكن إذا بتجيبي لي هذه بتاخذ الميتين. في شخصية أريل ARIEL هذه وردت في أكثر من عمل عالمي أدبي شهير. وردت في شكسبيرز ذا تمبست، آخر واحدة على اليمين في شخصية أريل. وردت في بوبس ألكسندر بوب الشاعر الإنجليزي الشهير في ذا ريب أوف ذا لوك. ووردت في ميلتون، ميلتون أصلا له قصيدتين مشهورات. وردت في واحدة منهما مش on his blindness ولا كذا، في تنتين حتى أسماءهم شبيهات ببعض. أريل وردت في بعض، اعرفي واحدة وخذي 200 دينار أو بتضل ال 200 دينار عندنا وأنت ما بتخسري. طيب هي وردت وهلا بدك تعدي على شفتك في قصيدة مشهورة اسمها الفردوس المفقود Paradise Lost، ولا بنكسبك ولا بنخسرك. والفرصة ما زالت مهيئة إليك يا سهير، إيش بدك؟ بوليتزر أوسكار 150. بوليتزر أوسكار 150، وهذا السؤال عن نوبل تحديداً وهو من خمسة فروع. الأول عن هيئة دولية فازت بجائزة نوبل للسلام 65، والثاني عن هنري كيسنجر وفاز مع مين بجائزة نوبل للسلام 73. وبعد لحظات الكمبيوتر حيعطينا 1 2 3 4 5، وبعد ما تشوفوا الخمس بدائل اللي عايز يضغط. أيوة يا سهير. اليونيسف. هذا الهيئة الدولية التي فازت بجائزة نوبل للسلام 65 هي اليونيسف. هذا مدخل طيب. طيب الذي شارك هنري كيسنجر الذي كان وزيرا لخارجية الولايات المتحدة في جائزة نوبل للسلام سنة 73 لما كانت محادثات السلام على أشدة بين فيتنام وبين الولايات المتحدة، شاركوا في الجائزة واحد، هل هو ويلي براندت، لودوك ثو، ولا مارتن لوثر كينغ؟ ويلي براندت. هذا ألماني، بينما لودوك ثو هو اللي فيتنامي، هو اللي شارك وغلط. طيب انت جاوبتي واحدة اخطأتي في واحدة. جائزة نوبل يا ماجستير هندسة كهربائية سهير كالوتي هذه ادخلت عام 1969 ميدانا جديدا تعطي فيه الجائزة. هذا الميدان الجديد في 69 كان علم البيئة او التبيؤ اللي بسموه ايكولوجي، ولا علم النفس، ولا العلوم الاقتصادية؟ العلوم الاقتصادية. الاقتصادية، برافو عليك، صحيح. طيب المدينة الوحيدة في العالم التي أنجبت ثلاثة فائزين بجائزة نوبل للآداب، وبقول لك مين هم؟ بيكت، شو، وييتس، WEATS، هي بلدهم أو مسقط رأسهم؟ لندن، دبلن، غلاسكو. دبلن. دبلن، صحيح. أول بريطاني. أنت خلص أخذت 150 حلالا زلالا، بس سؤالي لسهير الكالوتي، أول بريطاني فاز بجائزة نوبل يا سهير كان رادياردد كيبلينغ، آرثر كونان دويل، ولا برنارد شو؟ كيبلينغ. كيبلينغ، وإلك 200 حلال زلال، برافو. ايش بدك يا سهير؟ بقي عندك واحد مختلف 100. واحد مختلف مية، وهذا السؤال إلك ولزملائك، دققوا لي فيه. الكمبيوتر حيعطيكم بوابات حديدية 4 وحيعطيكم لفائف ورقية 6. أول شيء البوابات، دققوا لي وشوفوا لي أي بوابة منهم شاذة وليه. واللي ضغط علا صلاح رقم كام يا علا؟ شوفي لي الزخرفة، لحظة خليكي معايا،
هذه البوابات الحديدية المزخرفة التي ترينها على الشاشة يا علا، بتلاحظي فيها زخرفة تكاد تكون متشابهة باستثناء واحدة شذت. رقم ثلاثة. ليه؟ المنحنى مش جاي مكتمل. بالضبط، لأن الخطين الزخرفيين المعكوفين اللي في وسط الشكل لا يتماثلان مع مثيلاتهما في الأشكال الأخرى. في الأشكال الأخرى اللوي جاي للداخل أكثر. في ثلاثة يدوبك، وهذا مدخل، جيبي للثاني وخذ المية. لفافة ورقية واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة. رقم أربعة. رقم أربعة ليه؟ لأنه ملفوفين من اتجاه واحد مش من اتجاهين مختلفين. يا سلام عليكي، اللفتين ملفوفات أو مطويات بنفس الطريقة أو في نفس الاتجاه. في جميع الأشكال الأخرى إحدى اللفتين طويت للداخل واللفة الثانية طويت للخارج. في أربع اللفتين طول الداخل، وإلك 200 دينار. برافو يا علا. طبعا بدون ما أسألك، أنت بدك 200 بوليتزر أوسكار، لأنه هو كل ما تبقى على هذه الشاشة. ستظهر على الشاشة بعد قليل قائمتان، الأولى بأسماء ممثلين وممثلات نالوا جائزة أوسكار، والثانية بالأفلام التي فازوا بهذه الجوائز عن أدوارهم فيها. أنا بدي بعد ما أقرأ لكم الأسماء والأفلام أن تربطوا ستاً على الأقل من الممثلين بأفلامهم: مارلون براندو، أليك جينيس، جولي أندروز، داستين هوفمان، هنري فوندا، يول برينر، فيفيان لي، ولورنس أوليفييه. جسر نهر كواي، الملك وأنا، The King and I، هاملت، البحيرة الذهبية، كريمر versus Audit Kramer، ذهب مع الريح، Gone with the Wind، العراب، Godfather، وصوت الموسيقى. أيوة يا دكتور عماد حمدان. الملك وأنا ليول برينر. برافو عليك واستهلال موفق. أيوة. البحيرة الذهبية لهنري فوندا. يا سلام، صح. كريمر ضد كريمر لدستين هوفمان. يا سلام عليك، ثلاثة صحيح. مارلون براندو كان له العراب. أليك جينيس أو جولي أندروز وين؟ أليك جينيس في صوت الموسيقى. هذه غلط، جيب واحدة تانية. جولي أندروز في هاملت. لا، ظل عندك واحدة يا بنهيها، لا إلك ولا عليك. أنت جاوبت أربعة واثنين غلط، باقي عندك تشانس واحد. نعم. بسرعة. لورنس أوليفييه في صوت الموسيقى. لا، أنت لا بتكسب ولا بتخسر، خلي الكمبيوتر يعطينا الحلول. جولي أندروز هي صوت الموسيقى، مارلون براندو زي ما قلت العراب، لورنس أوليفييه هو هاملت، وفيفيان لي هو ذهب مع الريح. وشوف شو بقول لك الكمبيوتر: مارلون براندو العراب، أليك جينيس جسر نهر كواي، جولي أندروز صوت الموسيقى، داستين هوفمان كريمر ضد كريمر، هنري فوندا زي ما قلت أنت البحيرة الذهبية، ويول برينر زي ما قلت أنت الملك وأنا، فيفيان لي مع ذهب مع الريح، ولورنس أوليفييه هاملت. والآن جاء دور الجولة السريعة، وهي لهذا الأسبوع: ما أو ماذا؟ البروميتر يقيس الضغط الجوي، الهايجروميتر يقيس ماذا؟ سهير. الرطوبة النسبية. ومئة دينار إلك. نقول هديل الحمام وصهيل الخيل وخوار ماذا؟ مين؟ الثور. أيوة يا ثامر، خوار الثور. الثور ومئة دينار إلك. ماذا كان اسم مالي أيام الاستعمار؟ أيوة سهير، السودان الفرنسي. السودان الفرنسي ومئة دينار إلك. في السيارة، ما الذي يربط سلك الإشعال الإجنيشن كويل بالبواجي أو البلاجز؟ أيوة علا، في ملف ابتدائي وثانوي. لا 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 لا. ها؟ بلاتين. لا، وباقي عندك ثانيتين. خلص، هو الديستريبيوتر أو الديستريبيوتور، أي الموزع. للمتنبي بيت من الشعر يرفع من شأن الحصان والكتاب، ما هو؟ أيوة يا عماد. الخيل والليل والبيداء تعرفه. لا، هو أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه.
ماذا كان يسمى البوليس السري لألمانيا النازية؟ أيوة يا أيمن. الجستابو. وإلك 100 دينار. ما هي القارة التي تقع بكاملها تحت خط الاستواء؟ أيوة يا عماد. قارة أستراليا. أستراليا ومئة دينار إلك. ماذا يغلق القصبة الهوائية خلال عملية البلع؟ أيوة يا ثالث. اللها أو اللها أي اللحمة المشرفة على الحلق. في لعبة التنس ما هو المصطلح الذي يعني لا شيء؟ أيوة عماد. لف. لف. هذا كلام سليم. عملية رفع 33,000 باوند قدما واحدة فقط في دقيقة واحدة تسمى اصطلاحا وحدة ماذا؟ بقي أيوة 3 ثواني. ولا واحد. ثانيتين. ثانية. انتهى الوقت. هي قوة الحصان أو الهورس باور. ومع نهاية الشاشة الذهبية نستعرض كشف الأرصدة. ثامر المجالي 300، دكتور عماد 275، أيمن زكي 100، سهير الكالوتي 725 دينار. محفوظ 200، وعلا صاحبة ثاني أعلى رصيد 425 دينار. سهير الكالوتي وعلا صلاح يتفضلوا عندنا على الماسية. الإخوة البقية شكرا لكم وتفضلوا خذوا جوائزكم. G7. Q21. اتعرف عليك اول. محمد الزبيدي، لغه انجليزيه. شو لغه انجليزيه يعني؟ بكالوريوس لغه انجليزيه. من وين؟ جامعه اردنيه. طيب الاخت يارا عصام عمر، اولى ثانويه جامعه مدرسه الرياض. طيب اسمك ايش يارا؟ يارا. وانت؟ محمد الزبيدي. يارا استنينا هناك وبدك تدعي مع محمد ولا على محمد؟ الله يوفقه. بتقول لك ايه محمد روح لهناك. الان في عندك الشكل 1 2 3. الاشكال عباره عن مربعات وخطوط ونقط. بدك تشوف ماذا حصل من صيروره وتغير ونمط التغير من 1 لـ2 و2 لـ3. اذا لمحت نمط التغير هذا بيهديك أو يمكنك من أن تضع الشكل الذي رمزنا له بالعلامة الاستفهام. وهذا الشكل تستطيع أن تنتقي من 1 2 3 4 5. هل لمحت أنت نمط التغير من 1 إلى 2 إلى 3؟ إذا لمحته قل لي شو هو، وفي ضوء ذلك ما هو الشكل اللي لازم نحطه هنا. رقم 2. رقم 2 ليش؟ لانه بيبدا هناك نقطه واحده بجنبها سطر، بعدين بصيروا خطين، بصيروا خطين فوق وتحت، بعدين بصير خطين، بصير مربع وعشوائي في نقاط عشوائيه، بعدين تتشكل بشكل 3 3 3. وجوابك عشوائي. وتفضلوا بنجيب يارا. رقم 5. رقم 5 ليلة يا يارا. شوي. لأنه كل مرة المربع الأول كان فيه نقطة، بعدين بزيد 3 نقاط. 3 نقاط. 1 4 4 7. وهنا بزيد 3 نقاط بصير 10. إذا لازم يكون عدد النقط كام؟ هون 7. إذا لازم يزيد كل مرة كام؟ 3. إذا من 7 لازم يصير إيش؟ 10. ورقم 5 هي صح. بس هذا مش كافي. عفوا. مش بس النقط، ايضا شو بصير في الخطوط؟ الخطوط بتتضاعف. يا سلام، الخطوط بتتضاعف. في الشكل الاول كم خط؟ خط واحد. بعدين؟ خطين. بعدين؟ 4. لازم يصير كم خط؟ 8. اذا هذا شكل ايش؟ شكل 8. مثمن. 1 2 3 4 5 6 7 8.
هذا تحليل رائع ليارا. شكل خمسة لأنه التعاقب النقطة تزداد ثلاثة مع كل مرة، الخط يتضاعف، كان خط صاروا اثنين صاروا أربعة صاروا ثمانية. هذا صندوق الجوائز العينية. هلا ها شوي 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 والآن إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج، إلى الشاشة الماسية والأختين سهير الكالوتي وعلا صلاح. والفرصة الآن مهيئة أمام صاحبة أعلى رصيد سهير كالوتي. ما الذي تريد أن تستهل به الشاشة الماسية يا سهير؟ مثنى وثلاث. مثنى وثلاث وهو استهلال طيب الحقيقة. شوفي لي هالنملتين على الشاشة. السؤال فيزيائي في الفيزيكس، النملتين زي ما انت شايفة حاملين ايش؟ قلم رصاص. حاملين قلم رصاص. قولي لي أي النملتين تحمل وزنا أكثر، اللي على اليمين ولا اللي على اليسار؟ اللي على اليسار. ليه؟ لأنها أقرب إلى مركز ثقل القلم. أقرب إلى الوسط أو مركز ثقل القلم، وبالتالي هي اللي بتبقى حامل الوزن. هذا كلام سليم، لأنه لو كانت في الوسط، حتى لو كانت هذه في الوسط لحملت كامل وزن القلم، وهذا إجابة فيزيائية سليمة. وعطيناك عليها ماسة، اخلطونا القطاعات، وفي انتظار أن تستقر ركزيني يا هدى أو يا علا صلاح على هذه القطاعات، وعندما تستقر انتقل القطاع. واحد مختلف. واحد مختلف. شوفي لي هالأكواب اللي بدنا نوريك إياها. في أكواب ستة منهم مزنرين بزنار واحد، ثلاثة منهم في عليهم دوائر، وثلاثة منهم عليهم أشكال معين. واحد من 12 كوب هو المختلف. دققي لي وقولي لي ما هو وخذي ياقوتة. رقم ستة. يا سلام عليك. ليش؟ ليش؟ مظبوط. لأنه في واحد من الأشكال مثلث مش معين. يا سلام، التصميم حول فتحة الكوب يجب أن يتكون كله من ماسات، ولكن شكل ستة يشذ بدل ما يكون كله ماسات أو أشكال معين، واحدة تحولت إلى مثلث وأخذت ياقوتة. يا سهير، كشكول. بدك كشكول آملة إنها تشكل خط قطري يبدو لو استمر الحال. سؤال الكشكول، بدك تشوفي على الكمبيوتر الآن كلمات، وركزي لي على هذا السؤال يا سهير. كل كلمة من الكلمات التالية ليها كلمة أخرى بنفس المعنى، ولكن تنتهي بالحرفين ألف وباء. بمعنى لو كان بين هذه الكلمات كلمة بمعنى أصدقاء بتقولي لي أصحاب ألف وباء. الآن ابدأي لي برموش، بدي كلمة تعني نفس المعنى ولكن تنتهي بإيش؟ أهداب. ألف وباء أهداب، صحيح. رجوع. إياب. مشاكل. مشاكل. ها؟ أصعاب. صعاب. صعاب. صحيح. غيوم. سحاب. سحاب. مدخل. باب. مدخل باب. باب. هذا صعب. لحم مشوي. كباب. كباب.
العقول. الباب. الباب. طيب جلد. إيهاب. إيهاب. يا سلام عليك. قررت ماذا تريد علا؟ بوليتزر أوسكار نوبل. طبعاً بدك تقطع عليها هناك بوليتزر أوسكار نوبل. هلا خليني أشوف لك السؤال. بوليتزر أوسكار نوبل فنان أمريكي مبدع، منحته الأكاديمية الأمريكية للسينما 35 جائزة أوسكار على مدى 50 عام من العمل في الأفلام. من هو؟ اقطع عليها. أنتوني كوين. ها؟ واحد مشهور، أكثر إشي عمل سينما ومحبوب من الكل. للأسف ما قطعتي. هو وولت ديزني. جولة سريعة. طبعاً بدأ جولة سريعة. وسؤال الجولة السريعة، كيف أنت والسياسة؟ زي الهندسة؟ يعني أحسن. يعني؟ أحسن. هذا السؤال يعني بقول لك ربع واحد بألف، هذا اللي قد يسوق إليك بالفروسية منقادة إليك تجرجر أذيالها أو يفلتها من بين إيديك وتروح إلى زميلتك أو منافستك علا صلاح. السؤال هو عن الحزب الرئيسي في الهند. إيش هو؟ حزب المؤتمر. المؤتمر صحيح. حزب الكونغرس. حزب نهرو وبنته و وتتوجه فارستنا لاستلام جائزتها ومن ثم تأخذ مكانها بعد أن تقبض 1450 دينار. خذي مكانك في قمة هرم المتسابقين. وتحية للأخت علا صلاح التي أبلت بلاء حسنا. تهانينا لفارسة الحلقة سهير كالوتي، وخالص مودتنا وامتناننا لجمهورنا الأردني الكريم، وتحية شكر واعتزاز للإخوة المشاهدين على امتداد وطننا العربي وسائر بقاع العالم التي يغطيها بثنا الفضائي من ARP راديو وتلفزيون العرب. أيها الإخوة، من الأعماق نشكركم وإلى اللقاء.